Gördünüz daha. شو شو ليش افتارك بالكنزي؟ انت بتطالب بالحليب ولا بتطالب حليب؟ هي حركة الإيدين هي حركة اللي بيسويها على بطن أمه، وهذا القط الصغير لودو طويل الأذنين مفكر، كل جسم دافئ بفكره بطن أمه. حركة الإيدين هاي حركة العجن بيعملها ليطلع حليب. طبعا من عندي أنا مستحيل يطلع حليب. لكنه شايف الكنز دافئة البلوزة يعني، فهو بيحاول يرضع منها. إذا كانت كانت شوليندا بنفس الطريقة، وعموما كل القطط يعني. وسيلفانا ضلت لعمر سنتين ترضع من البطانية، سنتين، هذا دليل فقد الأم المبكر. يعني لما بنشيل القطط عن أم المبكرة بيضلن عايشين كل عمرهم وهن يبحثوا عن هذا الحنان اللي فقدوه بكير. لاحظ حركة الإيد شلون ما بحكي عنك. ها لولو، قول مرحبا. هذا التسجيل للذكرى من شان بكرة بس يصير لولو عريس فرجي عليه، بس كبير شايفين مغمض عيونه يعني ومستغرق. حركة بطن الإيدين هلا هون خلاص نام شبع لولو. هاي البربرة هو شعور كامل بالحنان، انه هو يعني معتبرني ولا معتبرني أمه ولا. وشكرا. قول صباح الخير والبونجور. بعد ما تعلم هو جديد، ما عمره 4 أيام هون عندي، لكنه بعد شوي بيتعلم يقول صباح الخير وبيتعلم يقول كل شيء. شايفين لونه برتقالي وأبيض لكن متداخلين، يعني شعره برتقالي شعره بيضة، مو إنه مدمج، يعني شعره برتقالي شعره أبيض، مو إنه طبقة بيضة طبقة بقعة يعني. لاحظين كيف ترك لنا اللعاب تبعه هون هون هون؟ يعني هاي الكنزة هلا صارت، هلا إذا بشلح له إياها وبحط له على جنب بيتركها وبيجي على الكنزة الجديدة، لأنه هو عنده بده شعور الدفء. يعني هلا الريحة لها دور بس يتعود عليها، مو هلا، لكن هو بده الدفء، يعني دفء حرارة يعني. قول صباح الخير له. بونجور، قول صباح الخير. هو بيشبه الثعلب، ها بيشبه الثعلب اكتر. خلاص شو اوكي، باي باي، سلام. طلع لهون. يلا صار لوين له؟ إلى أين؟ طيب يا خلاص خلنا نطفي. لا 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 لا، بس بس لولو، لك لا لا لا، تحت لا.